مع الاسف انه شركات التامين بتقول لك انا ما بغطي اصابات حادثه. لعشو بتغطوا؟ لعشو بتغطوا؟ يعني هو في واحد بيدعس واحد من كيفه؟ هو في واحد بيسوي حادث ويعرض بني ادم للقتل من كيفه؟ قال احنا ما بنغطي حالات حوادث السير بحجه، قال عشان ما نشجع الناس انهم يسووا حوادث السير. شو هالعذر الا له منطق ولا هو كلام صح؟ يعني اللي بيصير معه حادث السير، ان صديق صار معه حادث السير ودفع باع البكم، باع البكم، المهم وصل عنده 37,000 دينار، وهو البكم اللي عنده كان يترزق الله عليه، باعه ب 13,000 ودفع فوقيه 24,000 دينار. يعني هذا فقرته لولد الولد إلا أن يشاء الله. ليش؟ قال والله إحنا ما بنغطي حوادث السير. هذا كلام يحتاج إعادة نظر، هذا كلام يحتاج إعادة نظر، مش كلام منطقي. إحنا واحدنا ما بدعس بس عشان أنا أتجرأ أروح أدعس بني آدم، الله لا يبتلينا يا رب، جاه لا إله إلا الله أنك لا تبتلينا. ولذلك هذول الأشخاص بهذه الطريقة يا إخوان والله تجوز عليهم الصدقة، والله تجوز عليهم الصدقة. أما تقول لي أنا ما بغطي التأمين، عشو بتغطي يا حبيبي أنت يا تأمين؟ في أشياء كثير فيها فوضى، في أشياء كثير فيها ما فيش حدا يحط لها حد. أنت فاتح شركة تأمين حبيبي، بدك دفعت لك فلوس بدك تغطيني، انتهت القصة. متى ما بتغطيني، متى ما تغطيني، إذا تقرير الشرطة قال إنه أنا مدان، يعني متجاوز السرعة، يعني ماشي عكس السير، يعني قطعت إشارة حمراء، بديك الساعة ماشي. يا مرحبا يا مرحبا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة دائمة أبدية سرمدية ما توالى الليل والنهار، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه، وارض اللهم عنا معهم وعن أبنائنا وأحبتنا وكل من أحاطته شفقة قلوبنا، وسلم تسليما كثيرة. الله يحييكم جميعا في برنامج همك همي، ونسأل الله تبارك وتعالى إنه يزيح همومنا أجمعين. قولوا اللهم آمين. هو الناس كم بيحتاجوا للدين؟ أول شيء نفهم شو الدين، لأنه معظم الناس لما تقول دين بتركز ذهنه في صلاة وصيام، وبالتالي بقول لك يا أخي أنا الصلاة والصيام بيني وبين الله، أنا اليوم بدي خبز آكل، أنا اليوم بدي وظيفة أشتغل، أنا بدي أتزوج، أنا بدي فلوس أقدر أعيش. وبالتالي شافوا إنه لما نقول دين معناته صلاة وصيام. فأنا حاب هاي الحلقة بخمس دقائق بعشر دقائق أوضح بس هالمفهوم. الدين معناه المنهج، الدين هو المنهج. في ناس منهجه مالي، في ناس منهجه شيوعي، في ناس منهجه علماني، في ناس منهجه القانون. فالدين هو منهج. في ناس دينه الفلوس، يدور مع المال بغض النظر مقابل شو، المهم فيه فلوس. في ناس دينه شيوعي، في ناس دينه اشتراكي، في ناس دينه رأس مالي، في ناس دينه. ولذلك بيجيك واحد لأنه مش فاهم القصة بقولك يا أخي هاي الأجانب ما فيش عندهم دين بس عندهم عدالة. لا، هو عنده دين، هو دينه القانون، لكن هو فيش عنده عبادات. هاي صح، إلا طبعا اللي منهم متدين أو يتبع دين معين، موضوع ثاني. لكن الدين معناته منهج في الحياة، ما هو لونك في الحياة، شو اللون اللي أنت عايشه في هاي الحياة. بيقول لك أوروبا يا أخي ما فيها دين وعندهم تطور. لا، مين قال لك ما عندهم دين؟ هو ما عنده عبادات بس عنده دين اسمه القانون، ولذلك هو يحاسب على القانون. القانون بيقول قدم الكفاءة، بيقدم الكفاءة. القانون بيقول ادفع ضريبة، بيدفع ضريبة. القانون بيقول لك ممنوع تسرق، ما بروح بسرق. القانون بيقول لك لازم تكون مخلص في عملك، فهو يخلص في عمله. فهو عنده دين، مين قال لك ما عنده دين؟ هو دينه القانون. دائما وابدا ما تذكر كلمه دين، قيم كلمه دين حط بدالها المنهج في الحياه. بنا انا
مغلوب ونصير النبي. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في برنامج همك همي. بحب أذكركم أن هذا البرنامج يعاد الساعة 11 مساء، يعاد الساعة 11 مساء بتوقيت عمان، فالله يحييكم جميعا. معنا اتصال. ألو. على كل حال انقطع الاتصال بيني وبينك وإذاعة يقين. نأخذ من أسئلتنا هون على بما نرجع اتصالنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور، كل المحللين الاقتصاديين يتكلمون عن أنه العالم سيمر بحالة من الركود، فماذا تنصحنا؟ هو أصلا الحروب اللي قاعدة بتصير هروب من الركود، عشان يصير فيه تحريك العجل الاقتصادي على السلاح وتحريك المال وغيره. فعلى كل حال بديش أخذ موضوع الاقتصادي، أنا بالمواضيع هاي بحب أسمع للدكتور معن قطامين. والدكتور معن بصراحة يعني من الكفاءات مش الوطنية، لا هو كفاءة عالمية وموجودة في الأردن. العالم كل محللين الاقتصاد بيقول انه مقبل على ركود، كل محللين الاقتصاد بيقولوا انه العالم سيدخل في ركود بعد ما تدخل امريكا في ركود، وبالتالي اللي معه فلوس كاش يعني بده يحافظ عليها، الشركات بالذات ما تتوسعش في هذه المرحلة، ما تدخل في توسعات، على مستوى الافراد ما يكون عندك بذخ في الصرف. طبعا راح يقولوا الناس احنا ما فيش اصلا نصرف، مريح راسك. بس على كل حال انه التحسب لموضوع الركود بالذات انه يقل الصرف، لانه اذا العالم دخل في مرحله الركود راح يقل في عنده النقد. هو المستعان بالله، المستعان بالله. وهذا الفرق بين اللي بيخطط لدكان اللي بيخطط لمول، يعني اللي بيخطط لمول بيكون عارف في قراءات للمستقبل شو يعمل، واللي بيخطط لدكان يوم بيوم شو يبيع بروح للدار فيهم. مش كلامي، كلام محلل الاقتصاد، كلام أغنى رجل في العالم بتكلم عن أنه الركود قادم. بس شو حدة الركود الله أعلم. والحروب اللي احنا بنشوفها، الأزمات الاقتصادية اللي بنشوفها، كلها سببها هروب أو لتأجيل مرحلة الركود. على كل حال اسمعوا لأهل الاختصاص. معنا اتصال. السلام عليكم. ألو. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك دكتور؟ كيف الصحة؟ الله يحييك، يا مرحبا. دكتور عندي سؤالين، سؤال واحد بشارك فيه والثاني إذا أمكن بعد البرنامج. تفضل. دكتور، هل من الصحابة اللي خلفوا عن رسول الله في الجهاد هل يدخل من باب الصحابة ما عدا الثلاثة اللي تاب الله عنهم؟ الصحابي هو معناته كل واحد رأى النبي عليه الصلاة والسلام ومات على الإسلام، مات هذا الإنسان على الإسلام أو مات عنه النبي وهو مسلم يسمى صحابي، يسمى صحابي. فالثلاثة الذين خلفوا في معركة تبوك هم مقطعا من الصحابة، لكن في أشخاص آخرين تخلفوا في معركة تبوك زورا وبهتانا وكذبا، فظاهريا هم من الصحابة، نتعامل معهم على أساس الصحابة. الآن هم منافقين وغير منافقين أمرهم عند الله عز وجل، نحل لنا الظاهر والله يتولى السرائر. وهذا الموضوع بالذات يجب أن لا يطرح حتى لا يكون منفذ للطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا شو بيفيدني فلان بين فلان صحابي اللي مش صحابي؟ إذا نفيت عنه الصحبة شو بيفيدني؟ فإحنا لا نتدخل في هذا الموضوع. إحنا بنقول كالتالي: الثلاثة الذين تخلفوا في معركة تبوك تاب الله عز وجل عليهم، وهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، اعترفوا بذنوبهم وربنا تاب عليهم. وأكثر من هيك أنا ما إلا نتدخل. الصحابة محل احترام وتعظيم رضي الله عنهم أجمعين.
والذي يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعن في الدين، لكن هم ما قدروا يطعنوا في ذات الدين، فطعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هم وعاء الدين، وهؤلاء يجب أن ننزههم عن كل مطعن. نعم، معنا كمان اتصال. ألو، معك. يا مرحبا. مرحبا، يعطيك العافية دكتور. أهلا وسهلا. يا مرحبا، أهلا وسهلا. الله يسعدك دكتور. عندي اتصال. يا مرحبا. عندي سؤال، قصدي بدي يعني هلأ في جارتنا يعني لهم عشرة عمر أهل جوزها هون، فمن فترة هيك قعدت يعني تلف على البيوت وتطلب مساعدات لأهلها، بس كانت تحلفنا أيمان إنه ما نحكي إنه لجوزها أو لأهل جوزها، بس يعني كتير كتير يعني جربتها والموضوع كبر كتير، فحرام يعني أهل جوزها كتير محترمين ومعروفين بالحارة وبالمنطقة، مش عارفين شو نعمل. يعني أنت شاك كانت بتطلب من وراهم؟ ما هي من وراهم بتحلفنا إنه ما يعرفوا، يعني ما يعرف جوزها، ما يعرفوا أهل جوزها. أنت لا تعطيها. هو ماشي الحال، بس ما غيري يعني. أنت لا تعطيها. لا تعطيها ولا تحكي عنها. أنت لا تعطيها ولا تحكي عنها. في غيرك راح يتبرع ويحكي لزوجها ويحكي لأهلها. ما عليك. أنا ما بحكي عن حالي، بس هي يعني يعني كجوزها وكأهل بيت جوزها يعني شو يعني حرام يعني هيك كثير صراحة. ما عشان هيك أنت لا تعطيها ولا تفسدي عنها وتوكل على الله. ما بتمضي السلافة يومين ثلاث إلا في مين يتبرع. والله الناس حب ما عليهم ينقلوا الكلمة اللي مش منيحة، فما عليكي. أنت بس اطلع من الموضوع ولا تتحملي إفنه. إحنا شو بدي فيها؟ مالك أنت شو بدك فيها؟ لا بس يعني كتير حرام، محترمين الجماعة بالمنطقة ومعروفين وهيك، وتيجي واحدة زي هيك. شو طيب شو الحل المقترح؟ هات اقترحي حل. أنا ما عندي حل، أنا بسألك عشان هيك بسألك. ما خلص الحل عندي، معناته بقول لك اطلع من الموضوع وخلص. اتركها لله يعني. خلص لا تعطيها ولا تفسدي عنها. خلص تمام، ماشي يسلموا يا دكتور. ايوه توكل على الله، في مين يجي سول في السلافي كله ويزيد عليها. احنا مخلي مركب ساير. ما عليكي، معنا كمان اتصال. السلام عليكم. الو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيفك؟ عليكم السلام. كيفك؟ خير الحمد لله. يا مرحبا. مرحبا فيك شيخنا، بس أنا عندي مشكلة وحاب أعرضها على الهواء إذا ممكن. نعم. شيخنا، أنا قبل فترة كنت مع والدتي، تمام، فتعرضنا للأسف، عملنا حادث سير وتعرضنا لحالة دهس لشب برجلة، تمام، فتسبب عنده كسور وتسبب عنده مشاكل، فأرسلنا على مستشفى بإربد، مستشفى خاص، تمام، فظل على فترة شهرين، هاي قبل رمضان بأسبوع، فظل على فترة شهرين عم يتلقى علاج لكن ما استفاد أبدا، ودفعنا يعني دفعنا مبالغ، دفعنا بحدود 10,000 لكن ما استفاد. حسبي الله. رجعنا مبارح قبل يومين لقيناه على مستشفى بعمان علشان دكتور كويس، فأنا قلناه على مستشفى بعمان، فللأسف لسه رح يحتاج كتير عمليات، وخبرنا الدكتور إنه حالة رجله يعني زادت سوءا، تعاوننا بالدفع، تعاوننا بالمساعدات، لكن كل الأبواب اللي طرقنا إلها خبروني إنه ما بتتم مساعدات ولا بأي شكل، لأنها هاي حادث سير فما نتعرف على أي شيء. طب يعني أنا عندنا استفسار إنه وين في جهة ممكن تساعد، وين في جهة ممكن تمول، ممكن في جهة تدعم، يعني هي بالنهاية قضاء الله وقدره، يعني لا إحنا قصدين ولا إحنا من نعمل مصيبة ولا نجمع لحن. فكمان إحنا والله يا أختي بتفضل فيه صح، وخاصة إنه مع الأسف إنه شركات التأمين بتقولك أنا ما بغطي إصابات حادثة. لعشو بتغطوا يعني هو في واحد بدعس واحد من كيفه، هو في واحد بيسوي حادث ويعرض بني آدم للقتل
من كيفه؟ قال احنا ما بنتغطي حالات حوادث السير بحجة، قال عشان ما نشجع الناس انهم يسووا حوادث السير. شو هالعذر اللي له منطق وله كلام صح؟ يعني اللي بصير معه حادث السير، إن صديق صار معه حادث السير ودفع باع بكمه، باع البكم، المهم وصل عنده 37,000 دينار، وهو البكم اللي عنده كان يترزق الله عليه، باعه ب13,000 ودفع فوقيه 24,000 دينار. يعني هذا فقرته لولد الولد إلا أن يشاء الله. ليش؟ قال والله إحنا ما بنغطي حوادث السير. هذا كلام يحتاج إعادة نظر، هذا كلام يحتاج إعادة نظر، مش كلام منطق. إحنا واحدنا ما بدعس بسه عشان أنا أتجرأ أروح أدعس بني آدم. الله لا يبتلينا يا رب، جاه لا إله إلا الله أنك لا تبتلينا. ولذلك هذول الأشخاص بهاي الطريقة يا إخواني والله تجوز عليهم الصدقة، والله تجوز عليهم الصدقة. أما تقول لي أنا ما بغطي التأمين، عشو بتغطي يا حبيبي أنت يا تأمين؟ في أشياء كثير فيها فوضى، في أشياء كثير فيها ما فيش حدا يحط لها حد. أنت فاتح شركة تأمين حبيبي، بدك دفعت لك فلوس بدك تغطيني، انتهت القصة. متى ما بتغطيني، متى ما تغطيني، إذا تقرير الشرطة قال إنه أنا مدان، يعني متجاوز السرعة، يعني ماشي عكس السير، يعني قطعت إشارة حمراء، بذيك الساعة ماشي. أما كل حوادث السير ما بتغطوها، لا مش صح، لا مش صح. فعلى كل حال بهاي الحالة أنا بقول إنه بتجوز على اللي عندهم حوادث السير بهاي الطريقة، وتجوز عليهم الصدقة. واللي بحب يتساعد مع الأخت يتصل يعني على 56 56 145. مستعان بالله. فاصل راجعين، الله يحييكم. قمر طابت سريرته. يا مرحبا، حياكم الله جميعا في برنامج همك همي، متواصلين على 569 33 77. معنا اتصال. معنا الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. دكتور محمد كيف حالك يا حبيبي؟ الله يحييك ويسلمك، يا مرحبا. معك خليل أبو محمد يا سيدي. أنعم وأكرم، الله يحييك سيدي. بس هيك شغلة أطلعك عليها صارت معنا، والحمد لله يعني إن شاء الله يكون نقاش بسيط مع أحد الشباب. نعم. دخلنا محل يا سيدي، فطلعت مني كلمة بقول له الله يطرح لك البركة. فأحد الشباب المحترمين يعني ما شاء الله عنه مؤدب بقول لي هاي يا شيخ والله يعني الصحيح غير جائز قد تكون. شو معنى يطرح؟ قلت له إحنا المقصود يطرح البركة كفلاحين أو كعامة الشعب، إنه ربنا يزيد لك فيها، مش إنه لا سمح الله إنه ينقص الأمور هاي. فزي ما تقول كل سنة وانتو سالمين، زادين من تنقصين. فقال طب يعني الرجل يدلي بالكلمة لا يتكلم، لا يعرف ماذا يتكلم فيها، تطرحه بالنار. قلت لا مش هذا المقصود يا سيدي، المقصود انه الكلمات ممكن تهمز وتلمز هذا الانسان وانت مش داري، فهذا اللي ممكن يعني لا سمح الله. فما يعني رأيك في وجه المناقشة؟ وكان رجل فاضل يعني زي افضالكم، لكن قد يكون من عامين احنا وياه، وهذا اللي حدث سيدي. بدنا نسمع رأيك. اول شيء انا مبسوط على إنه النقاش على هاي القضايا الحلوة. نعم سيدي. يعني لما الناس يكون راقية بتناقشوا في القضايا الحلوة هاي. نعم سيدي. يعني أنا اليوم لو شفت اثنين بتناقشوا مين أحلى، الورد الأبيض والأحمر، بقول شو هالرواق اللي هم فيه. تمام. فلما نتناقش في مثل هاي القضايا أنا بكون مبسوط، لأن لا بتناقشوا بغيبة ولا بنميمة. نعم. ولا بتتناقش بشيء يعني لا يعني، بتناقش بشغلة حلوة. فهي مبدئيا. نعم. الموضوع الثاني انه المصطلحات الكلمات إلها معاني. نعم سي. الكلمات إلها معاني. فمدام المعنى حلو، مدام المعنى حلو ما فيش مشكلة.
يعني لو سألتك سؤال شو معنى الله يطرح له البركة، بتقول يعني الله يزيد له البركة. وكأن البركة محمولة فطرحت في أرضه، يعني نزلت في أرضه أو في بيته أو في مكانه فزادت. هاي معنى الكلمة، يعني بدل ما نقول الله يطرح البركة الله يزيدك بركة. نعم هاي معناها، الله يكثر لك البركة، هاي معنى كلمة يطرح له، فما فيها مشكلة. نعم علما بأنه كلمة طرح البركة هي لغة عربية فصحى، منقول طرح النخل ثمره، يعني أنه قد استوى ونضج وبدأ بالتساقط، فطاب مطعمه ومنظره ولونه واستمتعنا به. ما شاء الله ما شاء الله. بنقول لك السنة هاي عندها التينة ما شاء الله طرحت. نعم. والله المشمش زرعناها قبل سنتين ما شاء الله السنة هاي شو طرحت. نعم سيدي نعم. يعني أثمرت وأينعت وأورقت وأزهرت وما شاء الله، هاي معنى كلمة طرحت. هو يمكن أخذها موضوع الرياضيات زائد الجمع والطرح يعني بمعنى نقص. لا لا فالنقاش حلو والمعنى ما في مشكلة، والله يطرح لنا وإلك البركة. الله يسعدك بارك الله فيك حبيب. سلام سلام. يا مرحبا. معنا مريم من المغرب. يا مرحبا فيك يا مريم، ومريم تعزمنا نزور المغرب إن شاء الله، وتحية لكل أهلنا وأخوتنا وحبايبنا في المغرب الشقيق. معنا اتصال. الله يعطيك العافية دكتور. يا مرحبا. أنا امبارح حكيت معك. في سؤالين بدي أسألك إياه دكتور إذا سمحت. نعم. أنا بعيد عنك بخمسة اثنين، وقعت وانكسرت رجلي بعيد عنك، ورجلي وإيدي تمزق. حسبي الله. الصلاة أقدر أصلي وأنا قاعد بالطريقة اللي بتقدروا عليها؟ بنصلي بالطريقة اللي بتقدر عليها. يعني تسلم يا دكتور. طيب أنا أسأل الحمد لله ولو على كرسي يعني شوية، بس مرات رجلي تألمني لما أسجد عليها. لا ما هو إحنا مشكلة مرات بتأخر الشفاء، يعني الشفاء بالطريق، بس إذا قعدت على الرجل بتأخر الشفاء. فلا منصلي على كرسي، يعني إذا كان في ألم، إذا كان في جرح، إذا كان في تأخر بالشفاء بنصلي على كرسي. فأنت شوف الظرف اللي تقدر تصلي فيه وصلي. تسلم يا دكتور. نعم. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني. نعم. دكتور احنا انا موظف تربية. نعم. من الفئات الثالثة ورواتبنا عدم بالمرة. ودنا منا الله ومنك نعم. تشوف لنا زي هيك كيف نقدر نسعى بيها. والله ما هي المونة، ما هي عندي المشكلة. انتوا الفئة الثالثة ان شاء الله بصير لكم تثبيت ان شاء الله. كل فترة وفترة الدولة لما بيجيهم قرشين وبتوسعوا شوي الفئة الثالثة بثبتوهم، فان شاء الله كويس. اليوم الحمد لله في دخلها الواحد يمشي حاله فيه، ولا قدام ان شاء الله اول ما بيثبتوا بثبتوا الفئة الثالثة، فبثبتوكوا ان شاء الله. كل فترة الدولة بتثبت، لما ها بتبحبحوا لهم بقرشين ثلاث بروح مثبتينكم ان شاء الله. امبارح اجاني سؤال انه في واحد متزوج ثنتين، فاخو واحدة منهم، اخو واحدة من الزوجتين بده يتزوج بنت الزوج الثانية، يعني بلغتنا بالفلاحي ثنتين ضراير. تمام ثنتين ضراير. فاخو واحدة منهم بده يتزوج بنت الزوجة الثانية، فهل يجوز أو لا يجوز؟ وأنا مبارح قلت والله إني لا أعلم، قلت والله ما بعرف، يعني أول مرة بتشوف المسألة.
المهم يا أخوان خلصنا الحلقة من هون، وأنه شيخة الشيخات وست الستات ستنا أم علي تتصل وأنه تقول آه بيجوز يجوز أنه أخو الزوج الأولى يتزوج من بنت الزوج الثاني، وأعطتني في ذلك القاعدة وأعطتني في ذلك الحل. فللأخت اللي اتصلت مبارح تسأل عن هذا السؤال، الجواب أنه يجوز، والله يجزي الخير ستنا أم علي ويحفظها الشيخة الفقيهة المربية، ونسأل الله تبارك وتعالى يمتعنا بصحتها وعافيتها وعلمها. قولوا اللهم آمين لأمي وأمهاتكم والسامعين والحاضرين ولكل من يقول اللهم آمين. احنا لهون نأتي لختام حلقة هذا اليوم من برنامج همك همي، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما. إلى أن ألتقي بكم أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم على المشاهدة، يرجى الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات. قناة محمد نوح الغير رسمية لنصرة قضايا الأمة